الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتابك إني الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، وأنا درسي إني كوبية طبنات حدرسي إني كبلا بني حديثك اللهم بقول يا أفري طبن. حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الحمداني، حدثني أبي عن بيان ابن بشر عن قيس بن أبي حاسم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار. شيخ الترمذي وعمر بن إسماعيل بن مجالد ومتروك الحديث، وإنك حديثك لو ضعيفين أيوه. أبيه إسماعيل بن مجالدة أصدقنا وحوي وصدوق سيء الحفظ، عن بيان بن بشر أبو بشر الأسدي عن قيس بن أبي حاسم، قيس بن أبي حاسم البجلي أبو عبد الله الكوفي واثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد روى عن عشرة المبشرين بالجنة. طبعا كجنة اللغو بشاري وحبك وريي قيس. عن جرير بن عبد الله البجلي وحلق وريي قال: وحر عرضت والي بندقي بين يدي عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هرتي سال إيصو بندقي. إذا ماذا المسلمين تمرك دولان قليان ننك أمير كأي مركا مضح ذابي هرتي سدولة تسكو سميني سنينك عدودي سئي حوجي سئي وحسك علين تيسا رجع عيدا كراعية نقول بين تلصوك حيا أمير كل سهر مرني مرجع عليه عرته ولا يبندقي بين يدي عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هرتي صلى يبندقي. فألقى جرير جرير روحه طور رداءه قئسي اللي هو سجنتي يقوى بالستة قوى محله طور يا وعدود إن لموتي يحوجا يعني إن لموتي نين قال نين سيف قد قال مي كرا نين هدي إله يكور هاي ورن قني كرا إنه يهاي قوي سران توري بير هوس جنتي بوستة وما شاوا صعدي جرير في إزار هوس جنتي بوكو صعدي. فقال له عمر: عمر باو حكور خد رداءك قاعك قاضو أكو جدنا حوجي أود وح إلهي كسيي وأصاب النكتي خذ رداءك جوعك قاضوي. فقال للقوم قومك وحكول عمر بن الخطاب قومك سقى ورمي وحيري ما رأيت مانا أرق رجلا أو أحسن صورة كصورة ونأكسن من جرير جرير نك قرح بدن حق مقالك مان أرق بير عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا ما شيء مياني بلغنا نقسو قاري من صورة يوسف عليه السلام صورة النبي يوسف قروح دي لغو أماني وحان أهين إنتان أنو أركي شرير عدك قروح بدن ما أرك بويش هذا النبي يوسف النبي صلوات الله وسلامه عليه واتويله وقد أعضي من الحسن يعني قروح دي وحال لغسي من الشضر بربا لغسي خلق أنا قيبا لسي نبي يوسف نمحالسي قيبا لسي عمر بن الخطاب مركو حليه وحي النبي ونوغشي نبي يوسف موياني شرير وحكى قرح بدن مان أرقوا. فقال وحيون عمر بن الخطاب للقوم قومك وحكور ما رأيت مان أرق رجلا وأحسن صورة كصورة ونأكسن من جرير جرير إلا ما شيء مياني بلغنا نقسو قاري من صورة يوسف عليه السلام صورة النبي يوسف وحي نقسو قاري مياني روح كقرح بدن مان أرق. حديث كنا ضعيف جدا إذا لقوا ضعيفنا يعني وحوي ورين وصلت المعنى وإسماعيل بن مجالد الهمداني ومترك الحديث ننكا سألقوا ضعيفنا. ومع ذلك وحق علاقاء لمالي بابكي أنه يعني مركا قنتي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حبابي هذا النبي محمد سيديبو ها
markuu nebi maxamed ummadda la hadlayo kayfiyadda nutqigiisa iyo siduu u hadli jiray maxay ahayd. xadisna xumayd ibnu mascadata albasri wa xumayd ibn abi mascada albasri asami albahili wa saduuq akhraja canhu alimaamu muslim wa asxaabi sunan alarbaca, ayaa xadiiskiisa soo saaray. xadisna xumayd ibnu alaswad حميد بن الأسود ابن الأشقر البصري أبو الأسود يعني الكرابيسي وصدوق يهم قليلا أخرج عنه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن أسامة بن زيد الليثي أبو سيد المدني وصدوق يهم. عن السهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وحلقوري. عن عروة بن سوير عن عائشة قالت وحيتري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله ما نوحين يسرد مد سرديا سردكم هذه أي سردا سردين أو كسردكم هذه سردين تينا أو كلا معنى هذا الك كيس اللي استبقريه إلا دلان دليه إيه وحك لصار عن لهين بالي هذا الكيبو سردي سردي بالي أنا أفسو ماليها وحان رهنا هذا الكمرك اللي استبقريه wuu taxay ama wuu dilaandiliyey ama haddii ilaahay ku runyo hadalkiibuu dabada isugu qabta maanu kala saarin. caaisha marka waxay leedahay maa kaana rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maanu ahayn yasrudu mid sardiyo hadalka isdabageliya sardakum haadihi ay sardan sardin oo ka sardikum haadihi sidan idinku aad hadalka u dabagelinaysa isu dabagelinaysaan ee hadalkii u boobaysaan ee u dadajinaysaan nebi maxamed sidaa uma hadli jirin. ولكنه لكن سكان وحا يتكلم مد هضلا بكلام بين هذا العدب كو هدل جري نبي صلى الله عليه وسلم هذا القف كدغيسنيا ان اوغا باهنين كلمه دا مخو اوغا جيداي ليلى هذا العدب او قف لي فهمي كر. طيب فصل او كلا سارن او كلا محسن هذا كاسو يحفظه او حفظنيو من جلس الروح الا فريست اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هدو اسكو دايو مركو نبي او كو هدلو روح دغيسنيا ايريدا او ككوبن يي او حفدين كرو ايو نبي صلى الله عليه وسلم كو هدلي. في صحيحين وحا كوسو من حديث عائشه ايا وحي لهدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحدث نبي و هو اها مركو شيكينيو لو عده العاد لاحصاه هدو روح اسكو دايو انو تيريو هدلدا نبي محمد كو هدليو او تيرين لها او كوبي لها كاسو يحفظه ويحفظنا يومن جلس إليه روحي الله فريسته يعني مركا وحفظن كرم ترمذي بقى في المناقب كورنية بخاري مسلم أبو داود يغير كودي إمام أحمد ويبرنية. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي يحيى العدني حدثنا أبو قتيبة وسلم بن قتيبة عن عبد الله بن مصنع عن ثمامة ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك سند كنمانتي وين صومرني قال وحري كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو ها يعيد مد عليا الكلمة يعني ورد سوء علني نبي صلوات الله وسلامه عليه أما الكلمة أي الكلام هذا الكوع العلني ثلاثا صدح جير بكوع العلني نبي صلوات الله وسلامه عليه لتعقل عنه سو يعني مركا لوغا فهمه حقي هذا الكوع كوها الله حيلا معنى طهي كان إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا نبي هدو ورد أما إري أو كو هذا الله صدح جرب كو علين شري نبي صلوات الله وسلامه عليه ليفهم عنه سلو وفهمه سي هذا الكيس اللو فهم يعيد كي كو عليوها النبي الكلمة يعني كلامك إي هذا الكو كو علني كلمة لو مش يدو هذا ورد إي هل إري كلي لو مش يدي هذا الجملة كو بن بالوش يدي سيدا إمام ابن مالك يعني مركا ألف يدي سو كلها يعني الكلمة مركوزها كهلي والكلمة كلام بها قد يؤم صاصو كلام قرآن كنا واتقصوا إله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها حالي رتوى كلمة ويسكيري هل كلمة اللومة شيئا وحو يسكيري محايا حيد شملة بدن قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كسوح لي كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حدثنا سفيان بن وكيع
حدثنا جميع بن عمير عن عبد الرحمن البجلي عن رجل من بني تميم. جميع بن عمير والضعيف ننكلوا مجهول وكجر عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة. أبي هالة يعني مركة إلمه ديها أبي هالة سوجي خديجة. خديجة سوج كديها أنت النبي قرسن كاسو يكنا لغكن يكن يديس لي أبا عبد الله عن ابن إنا وحكوري لأبي هالة أبي هالة أصغناضي عن حسن بن علي وحكوري قال وحكوري سألت خالي أبتقي بان ويديي يعني هند ابن أبي هالة أها أيام ويديي وكان وحها وصافا مثل مامي أوغ روح مركبة تلمان تهلا أيها مثل مامي أوغ بؤها. قلت وحاني لصف لي إي صفي وإي تلمان منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي هذا الكيسي قاب هذا الكي نبي محمد يسيد وهذا الكري تلمان إيقبح. قال وحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوها متواصل الأحزان مرغدي سمد حجر سنتحي مد مرغ بدن أهم جيسا يعني إنه أمد دين تأو جارسيو يا جهلك يا قال لماذا يا كفرك أمد أي كوس وانتحي إن بدن كول ولا يكم رغي سمع مرغدي سمد حجر سنت دائما الفكرة فكر كي سمد دائما هاي شوكتي هاي بوح أدو فكر النبي صلى الله وسلامه عليه ليست له راحة راحة أمسقنا النبي صلى الله وسلامه عليه ضويل السكت آمس كيسو مدو ديري هايبو إن بدن مد آمسا وهدو هذا لينا هذا يعني مركا معنى إيه حكمة دي كترته أيكو هذا النبي صلى الله وسلامه عليه لا يتكلم ما نهدلي في غير حاجة دل الآن ما نهدلي النبي صلى الله وسلامه عليه هدو هذا لينا نبي باهي يعني مركا لوقبو أيكو هذا يا رسول صلى الله وسلامه عليه أمدو أما السمفري أما حمام بكريبي رسالة مفافين النبي لا يتكلم ما نهدل النبي في غير حاجة دل الآن كما نهدل النبي صلى الله وسلامه عليه. ولذلك ذلك الدعاء ده هو إني برتان أسلوب كي النبي محمد صلى الله وسلامه عليه هذا الكأد بلشدة كل أحد ليسه يا مجتمع إسلامي يا رسالة يا فرين النبي محمد أدودي بيسو هذا لا تكل حلطي وإنه يه كل حلا أنت هذا لقولتي حتى أعراب الصومال دوا يقانين هاي ورنجري كم ما هجرين هاي كم ما هجرين ورك هذا أنت هذا لقولتي جن هي دي بدل وصف يريها صما ساسوا يفتتح الكلام هذا الكوح كفر فرني النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكفر فرني ويختتمه وختم النبي صلى الله وسلامه عليه بأشداقه يعني أفكي سموك هذا القول الذي سبوحيه شدقه والله بدا قول مرك هذا أن لفهمه بشمه صار نبي كمه لأن هذا الأفكي سبوحيه ومرتئي فصاحة أي كل هانتهي وكوه هذا النبي صلى الله وسلامه عليه نسخوين كغار كود بوحي قرية أن يفتتح الكلام بسم الله هذا الكوح كفر فرني بسم الله بكفر فرني ويختمه وحنكو ختمه بأشداقه يعني هذا القول الذي سيأفكي سبوحية أي كو ختمه النبي صلى الله وسلامه عليه ويتكلم وحكوها النبي بجوامع الكلم يعني كلمة كوبا أو مرتبة حنبارسا حلو ورن يا إنما الأعمال بالنيات وقاعدة أصول دين تو أي كفر دوان إري كوبا. طيب حورنا يا نبي صلوات الله وسلامه عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وور كوبا وجوامع الكلم لكن وحي حنبار سنتا مرتفع ربضان بي حنبار سنتا هل إري باوحى لغي أبا نبي صلوات الله وسلامه عليه إنه كو كوبا يعني ضدك كالي حضي هضلان وحيا بدن إيريا بدن أي شيء لهاين هل إيريا بدن أي كوكودن لهاين رسالة سهل إيريا كوكود مركوا بلاقوا إلهي سي نبي صلى الله عليه وسلم عليه كلامه نبي محمد كلام كيسي هذا الكيسوحوها فصل مثل كالصارم بوها لا فضول مثل ديرات الحين بوها ولا تقصير مثل قابل الحين بوها مقصد كي وشيددي هذا الكوكالا هان خلقي وقارسيني
oo kama gaabinay kama suka dhacayn dheeraadna ma lahayno dadka kale markay hadlaan maxaa loo oranayaa maxaa loo oranayaa erayga mukadaayo ereygaasi meesha kuma habboonayn baa la oranayaa soo ma marka nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh markuu hadlayo hadalkiisa kalaamuhu wuxuu ahaa faslun mid kala saaran oo laa fuduula aan dheeraad lahayn walaa taqsiira gaabin yani hadalkii uu ka soo ka dhacayna aan lahayn laysa biljaafi mid qallafsan maahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik mid dabicsan buu ahaa nebigu walaa bilmuhiini yani mid la ihaanaysto ama mid ihaanaysan maahayn bilmuhiini iyo bilmahiini mid la ihaanaysto khalqigu markay fiiriyaan ay fududaystaanna ma ahayn yacni mid isagu dullaysanna ma ahayn ee ruux muuqaalka markuu ummadda u muuqdo qalbigu uu ka haybaysanayo oo ayuu ahaa nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh yucadimu nicmata nicmada ayuu weynaynaya nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh wa in daqad haba yaraatee wixii gallada nicmadu waa laba qaybood oo qaybna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala hibo iyo qayb bini aadamka uu hibeeyey oo wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha aynan koobi karin qaybta labaadna waa gallad iyo nicmo uu kuu galay maxay bini aadamku kuu galay haba yaraatee taana nebigu waa ka abaalgudi jiray nicmada noocaas yucadimu nicmata nicmada ayuu weynaynaya nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wa in daqad haba yaraatee laa yaduumu maanu ceebaynayn minhaa xalay nicmadii ka mid tahay shay-an shay nicmadii ah maanu ceebaynayn nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh oo nicmadoo la ceebeeyaa waxay dhaawacaysaa maxay shukrigii nicmada aad ku iyo shukri lahayd ee ilaahay uga mahadnaqi lahayd ayay dhaawacaysaa haddaad tiraa cunto xun labis xun wax xun ilaahay subxaanahu wa tacaala umaad mahadnaqin nebigu marka ma ceebayn jiray qayra annahu laakiinse lam yakun maanu ahayn nebigu yadumu mid ceebeeya dawaaqan shay dhuunta la mariyo dawaaqa waxaa la yidhahdaa cabitaan iyo cunitaan wixii jidiin iyo dhuun mara maanu ceebayn jirin nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh walaa yamdaxuhu mana aanu ammaani jirin nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi walaa tuqdibuhu maanay cadho gelin jirin nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi addunya adduunyadu maanay cadho gelin jirin annaga caawa ninkii jaanis dhaafo adduunya ma seexanayo dhiikar baa ku dhacay soo ma jaanis baa i dhaafay waan sidaas sameeyo ma ama khasaaro yar uu soo gaadho nebiga walaa tuqdibuhu maanay cadho gelin jirin addunya adduunyadu maanay cadho gelin jirin waa adduunya agtiisa qiimo kama lahayn maxaa yeelay ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati dunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayrun wa abqa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala walaa maa kaana lahaa adduunyana umay sugnayn nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh faidaa tucuddiya haddii lagu xadgudbo alxaqu xaqii haddii lagu xadgudbo lam yaqum maanu istaagay nebigu sala allahu calayhi wasalam liqadabihi cadhada yacni markaa uu xaqa dartii u cadhaysan yahay shay-un shay cadhadaa ka midii maanu istaagayn macnaha cadhadii kamaanu degayn xataa yantasira lahu ilaa xaqii uu gargaaro oo uu heeliyo cadhadiisu ma xasilayn haddii xaqa yacni markaa meel lagaga dhaco nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh ilaa xaqa uu heeliyo walaa yaqdabu umaanu cadhoonayn nebigu sal allahu calayhi wasalam linafsihi nafsadiisa umaanu cadhoonayn haddii naftiisa wax loo geysto nebigu waa sabriyo cafwi iyo sabir iyo dulqaad buu ummadda ugu deeqaya u hibeynaya walaa yantasiru uma gargaarsanayn lahaa ee linafsihi nafsadiisa umaanu gargaarsanayn waidaa ashaara hadduu farta uu wax ku fiiqayo hadduu miidaarayo ashaara wuxuu ku fiiqayay bikafihi gacantiisa kullihaa dhammaanteed hadduu nebigu rabo inuu tilmaan iyo muuqaal u bixiyo gacantuu ku fiiqayay waxaas xoogaa waxay yidhaahdeen culimmadu far ku fiiqa waxaa ku jira nooc yaro khayaama ah ku jira farta iyo iljabinta iyo had iyo goor waa nooc khayaama aho nebigana salawaatullahi wasalaamu calayhi muwaasafaadka iyo tilmaamaha ilaahay ugu deeqay u hibeeyey wax kastoo bini aadamku uu quursanayo ilaahay wuu ka ilaaliyey nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh
هذي تاي دقن كيسة قاب دقن كأمد ولا دقميو يهذي تاي دبعيس النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإذا تعجب مركو يا منا غلبها وجدنا يجعنتي حاجة كله وجدنا النبي صلى الله وسلم عليه وإذا تحدث مركو شيخين يوم اتصل بها ولحدنا يجعنتي وضرب وحقد فني براحته باب عديس وحقد فني اليمنى مدك بعضنا إبهامه سول كيسة يعني دوشيسة يعني سول كيسة دوشيسة يقول فني عروشيسة اليسرى أو بيد حقد فني مسجدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أساس يقول فني لا بد ويله هذه صار لو قلفته وضنه وحقد شركة وحقد قيبت مدك مي كتر مز قيبت مدك قيبت مدك بكتر مرك قيبتان هالبولياشة وضنها قلا أي نبي كل فني وأنا نوع فرين أو درنسين أو شركة أو براروتشين يبيره نبي صلى الله عليه وسلم عليه وإذا تحدث مرك وشيكين ينا اتصل بها قعنتي بولح رجلنا وضربا براحته باب عدي سوح كل فني نبي صلى الله وسلم عليه اليمنى مدك بعضنا إبهامه سلكي ساعة جوده سيكون فني سولك اليسرى بدحك عنت بدحك ويا وإذا قضب هدوء عرضنا النبي صلى الله وسلم عليه أعرضه كتش سنة روحي أو عرضي كما أرجو سنة وأشاح يعني عفو يمسامح هذا وكحي الليران النبي صلى الله وسلم عليه انطلاقا من قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا قضب هذو عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أعرض وكشي سنة روحي وعرض وأشاح يعني عفو يمسامحين وكحي الليراني وإذا فرح هذو فرحه قضى ولابي النبي ضرفه إنه سلابي خصب إنه فرجني نسخوين كقار كدو حي قرآن وإذا فزع هذو أرق قحه قضى ولابي النبي صلى الله وسلم عليه ضرفه إنه سلابي أو كرم إيغين خصب فيرن النبي صلى الله وسلم عليه جل ضحكه قصل كي سلمانتي أما جل ضحكه لبضى والقود بدي جل ضحكه قصل كي سلمانتي أما ضحكه قصل كي سلمانتي وحوها التبسم موصوت أما دول عضين ودول عضين النبي صلى الله وسلم عليه أفك مكة لواحين لكن هو قالب كسيدة وبطناية مرك قارك أرمها آخرة يوم مرك ونبي ومضى وغشة كين يوم دوله سام جوسه هو مقنشرين جل ضحكه قصل كيس دمانتي وحوها التبسم دول عظيم بوها يفتر كفي ذي نبي صلى الله وسلم عليه الكيسة عن مثل حب القمامي ضرورة حبدي ذوك لوحد مود أي كفي ذي حلو كذا عرك وحكى صور دعاب برف يرير ورقة حاد مود وركو نبي بشمها أو كلا قاضو محا موقني الكيه با موقني الكعد أو صافية أو برف كا ضرورة كصور دعي آد مود ونبي مركو بشمها أو الكيه وكف إذا أو أفكا أو كلا قاضو أي موقني نبي صلى الله وسلم عليه يفطر وحكف إذا نبي عن مثل حب الغمام ضرورة حبد يدوك لوحد مدو أي نبي صلى الله وسلم عليه الكيس وكف إذا حديثكم إنه صومرني حين نكون صومرني رقم كل حد ميوه رقم كل حد لكن زيادات كانوا فعلي باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبابي وحكوي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقصر الكيسي هي قابكي وقصر الكيسي حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عباد بن العوام أحمد بن منيع البغوي إن بضم بين الصومر عباد بن عوام الكلابي وثقة من أصحاب كتب الستة أبا سهل الواسطي بلغه كنية أخبرنا الحجاج بن أرضاء يمكن وصدوق كثير الخطأ والتدليس وأنين ضعيفة عن سماك بن حرب وأنين ثقة لكن واحد من روايته عن عكرمة ومضربة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان وحاها في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد لدن كيس أما تقوغدي سوحا كسغنا حموشة هلب يربا كسغنا يعني لدن كنبي محمد هلب كبوين
yani oo hilib weyn uu saaran yahay maanu ahayn, mid caato dhuubanna maanu ahayn, meel dhexaad qurux badan buu ahaa nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. kaana waxaa ahaa fii saaqi rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam, nebi maxamed dhudhunkiisa waxaa ku sugnaa xumuushatun, yani hilib yari baa ku sugnaa. wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh laa yadxaku, midkaan qoslin ilaa tabasuman, inuu muusoonayo ama dhoola cadaynayo mooyee ma qosli jira nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. fakuntu, waxaan ahaa buu raawiga leeyahay, idaa nadartu, markaan fiiriyo ilayhi xaggiisa, qultu, waxaan odhanayay akxalu lcaynayni, labada indhood uu indha kuulan yahay. qaab abuurka nebi maxamed ilaahay u abuuray, markaan fiiriyo anigu waxaan is odhan jiray wuu indha kuulan yahay, indha kuul buu soo marsaday nebigu. walaysa, ma ahayn biakxala, mid soo indha kuushayna ma ahayne, waa abuur ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga uu abuuray salawaatu rabbi wasalaamu calayhim. xadiiska marka sanadkiisa ninkaasaa ku jira. qaala alimaamu raximahu allahu tacaala, xadasanaa qutaybata ibnu saciid abu rajaa albaqlaani, yani jamaacadoo dhan baa wax ka warinaya maacad bni maaja, ibnu maaja wuxuu kaga wariyaa biwaasida. xadasanaa ibni lahiica cabdillaahi bnu lahiica, ikhtilaad baa ku dhacay markii kutubta ay ka gubatay, laakiin riwaayatu cabaadila iyo qutayba waa la tasxiixiya. عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال وحولي ما رأيت ما نعرق أحدا روحه أكثر كبدا تبسما حق موصوتك يا دول عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي روح كدول عظيم بدن أو كم موصوت بدن ما أعرق قف كمركة هذه قر فرح سنيحي فرح داسي واتلمان كتر شميسة soo dhoweynta uu u hayo nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh khalqiga uu u hayo. laakiin nin ruux hadduu weji macbuus yahay, asalaamu calaykum marka leeyahay wacalaykum asalaam, qofkii muxuu odhanaya? kan waa lama galaan ha isku gelin buu odhanaya, kan waa lama galaan ha isku gelin. xadisana axmed ibnu khaalid alkhalaal qaala xadisana yaxya ibnu isxaaq asaylaxiini حدثنا ليس بن سعد الفهمي عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن جس ان قالوا حري ما كان ما نؤهين ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد قصر كيس ما نؤهين الا تبسما موصوت اما انه دول عديه مو يعني ما نؤهين هدو نبي محمد قصر موصون شري ودول عدين شري لكن حديث تكلس اين اوافقينه وحالد اغلب كايس النبي محمد ابطنا mararka qaarkood markuu wax la yaabo uu la yaabo u arko ama xaalad jannada iyo naarta jannada ku saabsan u arko wuu qoslayay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh sida inoo iman doonto. qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiisu gariib ay daciif min xadiisi lays ibnu sacad, laakiin xadiisku waa shawaahid kaluu leeyahay waana saxiix. saxaaxu tirmidiyu saxaaxu alalbaniyu raximahu allahu tacaala fii saxiixi sunan tirmidi 2881. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس حسين بن حريس وين صومرني الخساعي أبو عمار المروزي واثقة من العاشر أخرج عنه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه. حدثنا وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي در معرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي واثقة أخرج حديثه من أصحاب كتب الستة. قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوري إني أنا أقول لا أعلم وحان أقه أول رجل يعني ننكي أقوه الرئي يعني متك أقوه الرئي ننك أقوه الرئي يدخل الجنة جنة قليان أقه وآخر رجل ننك أقوضا بأيوه يخرج كصوبحية من النار نار كصوبحية نوع يؤتى وحال لا إيمان يا مالك قيام بالرجل بل لا إيمان يا يوم القيامة مالك قيام فيقال مركز الله أرنيا أعرض عليه أصوب نجا أيا الله أرنيا سقار ذنوبه دمبياش سكو يريرا لقيامة الروح والبوح والسمي إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة محكمة عادلك والله كلمه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وأنت إلى الله سبحانه وتعالى. مرك الذنوبتي يريريد أو قالي جففكي أو قالي أصوب بنيكا إلى هورانية. ويخبأ حالك قرينية عنه حقيسة. كبارها كوي ووينا الذنوبتي ووينا أو قالي بالك قرينية.
طيب فيقال له حلورنا يا عملت وحاد سميسي يوم كذا مالك نوع عصا وحاد سميسي كذا وكذا سدا يا سدا صاد سميسي والحال هو يسقنا مقر مد يعني قرصن دمبيدا اويه ولا ينكر ان انكري والحال هو يسقنا مشفق مد كعبسن يا اويه من كبارها دمبيدا كودي ووينا بو كبقي سبا يدانتا سوما سبا يدانتا وحليه إلهينا سبحانه وتعالى وحبل له ما إنكر كرام ملائك وألله سبحانه وتعالى أديار صدي قربها جم ملائك باصرنيت كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حديب مركوي ووينا وأنو مش كوار كانوا الدنبيه دي يقفف كير يرى الله صوبن دقي هني مركا وقرصيه وحسنيه برهرت إنتن إله كوي ووينا هيقص صار برهرت إنتن هلا يقص صار فيقال حلو رنيا اعدوه سيما لو رنيا مكان كل سيئه حمان كستو او غلي بوسكيدي وحات سيسانو عملها او شقي حسنه وانا بقول بدلا اسيد الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قففكي او غلي حمان كستو او غلي بوسكيدي وحات او بدشان حسنا دي وانا اقول بدل با اله لي سبحانه وتعالى هذا هو يري امركي لي حسنا دي وانا كان لو بدلو بني ادم حد كتقانا بني ادم هو عندك غراد لي موقالك مركا هوريا لون بو العقل يعني حاو موقتي مركي هور كو واوين وكعبسنين كعبسنين لو سو صار هذا مركا دي لي حسنات با لو بدليا كو واوين لفتيده واينو شيغه كو واوين لفتيده وأنا أقول لك أن إله دمبي هو وين بانجلاي هو لفتو ذا مالي بدل طيب فيقول مكاسو أورانا يا إن لي وحا إيسوغنا ذي ذنوبا ذنوبا إيسوغنا ذي ما أراها ها هنا هل كان أنا كو أركين دمبي هو وين أني موقا باتر إلهي قال أبو الدرب وحري فلقد رأيت وحان الكي حقيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هبان الكي ضحك قصلي حتى بدت نواجده إلى معيه سأم جوسيه سؤال مقدام نبي صلى الله عليه وسلم عليه حكوا قصلا أدون كاسي مركي هرو عبستني هذا نحوله دمبيدي ووين إله هل يبدله أجر هل يبدل حدثنا أحمد بن منيع البقوي قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حاسم عن جرير بن عبد الله قال وحري ما حجبني إما حجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي منذ أسلمت أنت أن إسلامي ولا رآني إما أرق نبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا ضحك ويقص لي نبي صلى الله عليه وسلم عليه إما حجاب محلو كذا نبي محمد أنت خصو بيقمي سوق أو تشوق إما أرق وردية أو سميستي أو يستاق يعني هل كان استاق نمتشر ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد شوقي استاغي ما أرانو إما حجاب منذ أسلمت أنت عن صو إسلامي ولا رآني إما أرق نبي صلى الله وسلم عليه إلا ضحك وقصلي نبي صلى الله وسلم عليه ويقصلي ويسود ويني بخاري يا مسلم أبو داود يا ترمذي ابن ماجة أيا ورنية قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع البقوي قال حدثنا معاوية بن عمر حدثنا سعيد بن قدامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاسم عن جرير بن عبد الله البجلي قال وحري ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما حجاب ولا رآني إما أرق نبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت أنت أن إسلامي إلا تبسم وإيدو لعديني وإيموسوني وقاب سودوين ونبي محمد صلى الله عليه صحابي كانوا سودوينه حيث يقول مركا لقد وناجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم على إلهي وكو أماني صحابتنا رضوان الله عليهم إن يفعلهان ولا كل ما إلى إلهي النبي مركو الله الذي يوحي وإنك لعلى خلق عظيم بألي سبحانه وتعالى حدثنا هنادي بن سري أبو سري الكوفي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن قاسم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عبيدة السلماني وثقة فقيه مخضرم أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين
laba sano ka hor intaan nebiga la oofsan ayuu islaamay. أخرج عنه حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحر إني أنو لا أعرف حنجرنا يا آخر أهل النار أهل النار كمتك وجودا بي خروجا حق الصوب حيتانك أنت إلهي النار أقدري من شو ذي كتريان لكن أنت إلهي وقلت لك لي إن لصوت شفتفو لقصو صارو روح وجودا بيان جرنا يا رجل نوي يخرج كصباح منها نار تحجي ذا زحفا يسقو جرجرنا يضبط كصق يكصباح فيقال له وحلورنا يا إن ضلق بح وفدخل الجنة جنة الجل واركع جنة الجل بالورمي طيب مركو جنة دي أوتقو والباب دي جنة لقفر موقال كأم وقنا يوح ونقنا يا جنة دي وابب حداب الحاجات كجش بين آدم واكاس oo nar buu ku jiray hadii naartii laga soo saaray oo lugaha looga soo saaray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo samayta bixiye isku dhex tuur dadko isku ciriiri meesha gudaha gal janadi ma buuxsamayse binaadanka marka dabci waxa ku abuuran wax la ilaahdo lahaansho aniga aniga ana bahan ana mamman ana ka fayadhabu wuu tagaya liyad qula inuu galo janadi فيجد الناس ذاتكي بهلية قد أخذوا يقو قاطي المناسي لبوسسكي روح والبيسو بوسكي سيدك يقاطي وتري فيرجعوا صلى الله عليه إلهي بكو صلى الله عليه فيقولوا حولنا يا ربي ربك يوم قد أخذ الناس ذاتكي ويقاتن المناسي لبوسسكي بوسسكي جنده ودني وابوحان حقيقة لا فيقال له وحالو أرنيا أتذكر الزمان وقتك محسوسا تهي الذي كاسو كنت عاد فيه أي في الدنيا الدنيا ذات كسقنيد وقتي الدنيا ذات كسقنيد محسوسا تهاي محل روح حسوسنايا الدنيا ذا اللجوية قالنا جريها يا بوسس كي ديجان كإنه بحسم وروح وكبحسم عنو ميله لكن جندا الله سبحانه وتعالى أعدته لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حيلاي شنو مركم وقال ها وكد وانت هاي قاب كد وكد وانت فيقول حرنا يا نعم ها وحسوسنا يا ربي فيقال له وحال حرنا يا تمنى وحضلب الهي سبحانه وتعالى وحويديسو عط سياق يا باهيد هذا الهي وبندقه قال وحرنا فيتمنى مركاسو تمنيه وحايا وحاها ليسيو كاها ليسيو كاها ليسيو فيقال له مركاسا والله أرنا يا فإن لك وحاد ليضه الذي متك بعد ليضه تمنيت أضل بطي يا وعشرة أضعاف الدنيا يا الدنيا طبعا لا بلا في كذا الدنيا دي يا طبعا لا بلا في كذا نعمة يا برواق اللي كان تاد ليضه هذا ما مسكين كي شلا النار تلقى سو صار سوما قالوا حلو فيقول مركاسا أرنا يا أتسخر بي وأنت الملك miya digu ciisiyay saadiga boqor allo riwayada yani marka saxiixinka waxay leedahay la askharu bika walakin ala ma aqulu laqadir ma yakugu ciisiyay maaye waxaan leeyahay inaan ku hibeeyo kugu deeqo waan awooda saasal korre tayib atasqharu bi miya digu ciisiyay saallo wa anta almalik adigo boqor قال وحري لقد رأيت وحان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وضحك قصلي حتى بدت النواجده إلى معيس يقوسيه سيأي موقدين محين اسكوا فتشني حالدها أقلب كأقصل كنبي محمد صلى الله عليه وسلم على محوها تبصم إيو دول عظيم بؤها لكن مرك أرمها آخر إيو تشند إيو حيابها عجائبتا ضوضة الضومد ربي قد نحمر يسوء أركو مرك نقارك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقصلي قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني عن علي بن ربيعة قال وحر الشهيد عليا علبا حاضرا يقوب شوقها رضي الله عنه أوتي الله كان بدابة دابدية جديد بالوكان ليركبها إنه فوله فلما وضع مركو دشي رجله لكتيسي في الركاب كوره يعني جديد كالوفو لي أي قال وحري بسم الله ألمك عيسان كبلا بنا فعل كان يفل كان أنصمين
kaalmaysi iyo barakaysi iyo cuskasho alle magaciisa aan cuskanayn. falama istawa markuu ku ekaaday calaa dahriha, gaadiidkii dhabarkeedii markuu ku ekaaday, qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah, mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh. laamtaasaa laamulmulki, ama laamtu waa istiqraaq oo mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh, ama waa laamulmulkiyo isagaa mulkiyey. dayib, suma qaala wuxuu yidhi cali wuxuu yidhi subxaana aladii, subxaana waxaa nasahan oo dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan ka nasahan, alladii macbuudkii baa ka nasahan, sakhara lanaa noo sakhiray haada kan, wamaa kunnaa maan ahayn lahu isaga, muqriniina kuwa kara, wa innaa annaguna ilaa rabbina rabbigayo xaggiisa, lamunqalibuuna kuwa u gadoomayaanuna. suma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi salaasan, wallaahu akbar salaasan, ayuu yidhi subxaanaka nasahnaantaadee allow, innii anigu dalamtu waxaan dulmiyey nafsii nafsadayda, ee faqfir lii ii dembi dhaaf, fa innahu laa yaqfiru dunuuba, dembiyaasha ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane. suma daxika wuu qoslay cali markuu intaa yidhi. faqultu waxaan idhi buu leeyahy, yaa odhanay cali ibni rabiica, oo cali ibni abidaalib ka warinaya, wuxuu leeyahay cali baan su-aal weydiiyo, waxaan idhi min ayi shayin daxikta yaa amiira almu'miniin, shaygee baad ku qososhay amiirkii mu'miniinto, adkaar iyo awraad baad akhriyaysay, qosolkan yacni markaa maxaa keenay? qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula llahi sal allahu alayhi wasalam, baan arkay oo sanaca sameeyey, kamaa sanactu, sidaan sameeyey. suma daxika waa qoslay. qosolkan waxaan kaga daynayaa walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana, nebi maxamed oo sida falka aan sameeyey sameeyey baan arkay. saxaabada waxyaabaha la yaab kale, nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh wax kasta oo noloshiisa ay ku arkaan inay koobiyeeyaan oo sameeyaan oo ku daydaan yacni markaa ayay sameynayeen. faqultu waxaan idhi min ayi shayin, shaygeeba daxigta aada ku qososhay yaa rasuulallah, rasuulka ilaahay. qaala wuxuu yidhi ina rabbaka, rabbigaa, la yacjabu, wuxuu la yaabaa min cabdihi, adoonkiisa, idaa qaala markuu yaa rabbi iqfir lii, rabbiyow ii dambi dhaaf, dunuubii, dembiyaashaydii iyo gafafkayga allow ii dhaaf, yaclamu, xaaluu og yahay, annahu, shaanigu inuu yahay, laa yaqfiru dunuuba, dembiyaasha inaanu dhaafin, axadun, ruuxo, kayrii, aniga kayrkay ah, ama axadun yacni kayru, axadun kayrahu, axad alle subxaanahu watacaala kayrkii ah. nusqooyinku siday u kala duwan yihiin. xadiisku marka wuxuu tilmaamayaa imaamku masalada usoo deliishaday oo ah nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh qosolkiisii. dayib, waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa iyadana sifaatka iyo tilmaamaha ilaahay lagu tilmaamay inaan la ta'wiilina sideeda loo daayo. maxaa lagu tilmaamay? ina rabbaka la yacjabu min cabdihi, rabbi wuxuu la yaabaa, adoonkiisu la yaabo. cajabka rabbi iyo faraxiisa iyo tilmaamahan marka la tilmaamayo waa cajabun yaliiqu bijalaalihi, waa mid isaga u cuntama alle subxaanahu watacaala, laakiin innagu ma taawiilinayno. nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo ilaahay waxyiga uu soo dhiibay ayaa sidaa noogu sheegay, siduu noogu sheegay baa noogu qaadanay. faruxuna waa sidaasi leeg, walladii nafsii biyadihi low lam tudnibu la dahaba allahu bikum wala jaa'a biqowmin yudnibuuna fayastakfiruuna allaha fayakfiru lahum, haddaydaan dembaabayn bini aadam baa tihiin, kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina attawaabuun. dhaqanka mu'miniinta ilaahay ku ammaanayn waxa weeye, waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun. iimaankiisu ma xoogana ruuxa dembiga iyo macaasida ku sii adkaysta. tirmidi iyo imaam axmed iyo xaakim iyo bayhaqi iyo keyrkood baa warinaya xadiiska, waana xadiis saxiix. حدثنا محمد بن بشار وابن دار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون عبد الله بن عون ومرر بضن يعني مركع إنه صومر عبد الله بن عون ابن أرضبان أبو عون البصري أيال إله أيوب بن أبي تميم التسقطياني بي أقران أهاين لنك علمك يا عملك يا دأدب. عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال وحري قال سعد بن سعد با وحري
لقد رأيت وحان أركي حقيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وضحك قصلي يوم الخندق مالك خندق نبي قصلي بان أركي حتى بدت إلى أي موقتي نواجده معيه إلى أي موقتين أمر قوسيه سنبي صلى الله عليه وسلم قال وحن قلت وحان كيف يعني كيف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد قصل كيس سيدابه محوك قصل قال وحن كان الرجل نمبا وحوها معه لتركي سوحاها ترسم قاشان يعني قال لدينا لدي قال لبي نمبا وحو ستي قاشان يعني مركا وكوكا بضوء ووشي ديس وكو دفاع وكان سعد سعد بن أبي وقاص وحوها راميا ننشيش لوه يعني لوك حاجة يعني جنتانكا تذكر لها لا شيش كمان شيء توجن ين لها لا أيا لها ما كانين رامية أو شيشيهنا أو لقتنا يعني أيوه قالوا وحنا مركا وحان لي وكان وحانين كاس يقول كي له كذا وكذا بترس كذا أساس يعني وجهه أيو كوب كوقر قرينا يترس قاشان كي بمركا وجهه كوب جبني سقى كوفة سرى يقضي وحكود بولي قاشانك وحكود بولي محي جبهته وجهي سكود بولي فنزع وسيبي له سعد سعد باسيبي بسهم لب سعد باللب ولبحي فلما رفع مركو كرو قاضي رأسه مدحيسة أيو رماه لب كي كوغل هجو على سقاضي يا موت شيشك نينك يقان لبك يورمها لبودة قالمي وحجري قاشان يتوح ليس كده دفاعي وعن هذا البوليس يكون مظاهرات كلا دقال لما أي قاتان بفهمي كرتان هذا كوب بيغان وجه وذا كوب بيغان البرقس يا مركا وجه جيسا هل مر وكدوي بونين كتوغن يا مركا وشانس كاكا فايدي سنة فنزع وسيب الله يستغى سعد من سعد باقو لبحي بسهم لاب فلما رفع مركو كروا قاضي رأسه ومدح عيسى قاشانكي أيو رماه كوغامي فلم يخض إيمان جفن هذه مدان أو وشجع منه أي من السهم لبكي لما نجفن هل كا وشجع كغرفت سامر كو قدويب سعد واتوكت هل كاس كغرفت وشجع فلم يخض إيمان جفن هذه مدان وشجع هذه وشجع منه أي من السهم لبكي يعني وحوش إذا هذه مركولية جبهته وشجيس وانقلب الرجل ننكي باستبق ديي هل كامرك لا قرفتي قذال قذال بوضعي كده من اللقطة تاجي وشالو تاجي برجله اللقطة سايو تاجي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي واقو قصلي حتى بدت نواجده إلى أي معيه سو أي مقدام النبي واقو قصلي يعني كان قال كع سيدو يعني قاشان كأو جبني هي تانس كإلهي سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص أوسيه يونينكي دولانك هاي عدو إلهي ها دقيقتك بعدي سيدا ويسوب دلي أمرك أو ضحك قلت وحاني ربو يري من أي ضحك يعني محلو كو قصلي نبيكو ما نينك لدبق دي دعيبو كو قصلي قالوا حري من فعله بالرجل أي من فعل سعد سعد فالكي سأكسمي بالرجل نينك أكسمي إيا كانس كو كهلي ونبيكو صلى الله عليه وسلم وكو قصلي حديث كما ركب حكوجرة محمد بن محمد بن الأسود أو مستور الحالة أي كوجرة شواهد كلنا إن لقوا تحسيني وأدعي كرتها رواية سجل لما يدانا حيكو سقنتها في صحيح مسلم لو أكون أفر بقول لم يتم لكن شيخه ضعيفنا نحن نكون ضعيفنا ننكاس قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عباب يهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفتن كيسي ومد من لك كفتن بيتري حدوب كفتم يسيء وكفتم يجر أنا كفتم كين واعي صوما صوما لي هذا يرهم وكفتم هنا ولا يسعاي كذبنا هلب كي آدو عنان ودقال قنشاها كراي فرد يوالي يسدلي مرك كفتم كالنبي محمد بالقاب كيبوه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن شريك بن عبد الله النخعي يعني ساء حفظه لما ولي القضاء عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك قال وحري إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال له أنس كيري يا ذا الأذنين لبدقود لو وويلي يروى لك كل كولنا يا مفت المير مكا ديكت تشيدو يا له وريا ديكتن
anaale buu ku oranay haye labada nin odiyale nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi markuu wuxuu leeyahay yaa dal udunayni laba dhigood low dadku dhan soo laba dhigood ma leh dadku dhan laba dhigood bay leeyahay laakiin waa koolkoolin nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi wiilkan yar uu koolkoolinayo khaadimkiisi oo uu la kaftamayo قال محمود بن قيلان بو خري قال ابو اسامه محمد بن اسامه بو خري يعني وحو جيدا يمانزحه لكفتم النبي صلى الله عليه حدثنا هناد ابن سري ابو سري الكوفي قال حدثنا وكيع ابن الجراح عن شعبه بن الحجاج العتكي عن ابي التياح ابي التياح ويزيد بن حميد الطبعي ومشهور بكنيته اخرج حديثه واصحاب الكتب السته طيب عن أنس بن مالك وحلق وريه قال وحولي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إن مخفف من الثقيل ويو إنه أرنك يشاني وحوية كان وحوها النبي النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها الله يخالدنا مثل ديحة قويس كيغا هذه يقول مدنا قد احجرة أيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول إله 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 لأخي ولا له ولي أنك يسونا ذي وصقير ير يا أبا عمير أبا عميرو ما فعل النقير شمبر كيرا محسمي أبا عمير شمبر كيرا محسمي قال أبو عيسى وحده وفقه هذا الحديث حديث كان فقه جيسي وحلقه هذا يوحوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه كان وحوها يمازح متكفتما أيوها قفوين يقف يربل كفتما وفيه وحا كتري أنه نبيه صلى الله عليه وسلم عليه كان وحو كنيو وبحي غلاما صغيرا ويليا بني آدم كوحيابها اللقمة عربت أي تقاني واسم هي اللقب يكونيو لقبك ووحي يعني نانيس قفك اللقم نانيس اللقب باليرة عيبنو كإيمان كرا وحكالو كإيمان كرا محي مدحي أمانو كإيمان كرا كونيدنو وحوي وروح إلمه سئن لقمة عدرو أبو فلان ليرة أما إلم حدلو أما يا رودل هاي الويل يربو النبي ويحكوا ليه يا أبا عمير ما فعل النقير طيب فقال له النبي ويحكوا لي يا أبا عمير أبا عمير وفيه وحديثك قصبا أنه أرن يشان يقول يهي لا بأس إن أنا دبل حين أن يعضى إن لصيه السبي إلمه يرى الضير الشمر إن لصيه ليلعب به سيء وعيار هذا نقول إنه بارش أو كرفين أما التمثيل أنا قصة منه ilmihi yara shimbir in loo dhiibo inay banaanta uu ku ciyaaro ayaa xadiiska laga qaadanay wa inma qala lahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri ya aba umayr aba umayr ma fa'ala nughayru shimbirki yara muxuu sameeyay laannahu kana lahu wa usqna nughayru shimbir aya usqna yar oo yalcabu bihi uu ku ciyaaray fama tawadinta shimbirki ba dhinta fa hazina alqulam wilki yara ba burgooday oo tiiraayooday عليه أي على النقير الشمبر كي يراب أمر جودي فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال يا الله كفتمي فقالوا حلي يا أبا عمير ما فعل النقير أبا عمير الشمبر كي يراب محسمي نقير آوي حي علماء ذي لهدين وحي كتو سنسة عمير كان تصغير كأ النبي قوي استعماله يقول يا أبا عمير أستقل لفتي سوئنا نصين نولانين سي عمريين عمري قيسا يدادي سوئي قابلت حاد شمر أغبر ورنسا أدي قابل دابا سعودها أدي قابل لفتادو أكود بشرتاوة طيب حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن حسن بن الشقيق أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن سيد الليسي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال وحوله قالوا حين يا رسول الله رسولك إلهي وإنك أدو تداعبنا ودنا لك افتنتا قالوا حين إني أنو لا أقول أرن مايو إلا حقا حق مويا يعني وحكا لأرن مايو وصح وإذن لك افتما لكن عرب كيغا إيا بشمهيغا وحان حقا هيني كسو بحمايها مالك كفتنكو وإنو وافق سيها حدود شريعة وقفكا عيبه سيئيمه سا يقال دلو الذي سأنا لرادني هذا الغفك إيميه سيعيبه سأدكو شكته واحن سنبي قيل صلى الله وسلم عليه وسلم قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني حدثنا خالد بن عبد الله
الواسطي عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رجلا نبا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وجديد ويدستي استحمل يعني ضلبا وحوك يعني كضلبي الحمل إن لا حمباره وجديد للسياج يكضلب مرك استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وجديد ويدستي فقال النبي وحري إني حاملك وحنكو حمباريا على ولد ناقة هل المهد بنكو حمباريا وصر باب هل المهد بنكو حمباريا محلو كذا نف قيل عن كسينا يا واحد لكن صر مقال كجود محلو قاضنا يا أريجا محلو قاضنا نرق بنكو سينا هذا نرق محوك فلا يا جديد مو نقول سانك أسوي معناها سوء فهم النبي محمد والله كفتم يا أيوه وحول هل المهد بنكو كو حمباريا قيل ورنا يا دلعي هل بعد سيسوما هل بعد سيسوما فقالوا حري يا رسول رسولك إلهي ما أصنع محنك الصميني بولد الناقة هل المهد محنك الصميني نريغير أما رتير أو قرب عمحو إيتر يا رسولك إلهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حري وهل تلد الإبل قيل لم يقدش إلا النوق هل مياني وقيلوا أم هوينا أم هير هذا حقو كيمي خلون بكينين مركا وكفتن ونبي الله كفتمي هذا المعنيه سي مقال كجود مركا لا غفيريو سي ام قنيا نبينا حقهان ولا جيد وفعلا وانا حقه يعني جيل وحاد لا ان جيل وان بعد لا سوما جيل وان بعد لكن النبي صلى الله وسلم عليه ان كان قاب هل حراله او كلا اي كلمه او ويديه نبي صلى الله وسلم عليه حديث الإمام أحمد بخاري في الأدب المفرد أبو داود ترمذي بيهقي بغوي يغيرك البورنية وأنا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور الكوزج حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية غير بادية كمض كان اسمه مقعي صوحوها زاهرا بالورنجري وكان وحانين كاسنا يهدي مده هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك هدية هدية بوكي نشري من البادية باديها ووكير باديها مركوطة وحيابه هدية النبي محمد السوقات شري فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم نبيكنا وحقود ديارين شري إذا أراد مركو دوني أن يخرج إنه بحو باديه وكل أبطو أي نبيكنا هدية ديارين شري محايرة نبيكو هدية وكأبا القود شري فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حولي إن الزاهر إنك الزاهر لله باديتنا بادية يجي واهي ونحن أن نقول حاضروه مقالدي سيبان حي مقالدي بادية محلو يقانا وحس دافسي صومة حس دافس بن آدم كالسيدة بن آدم كوحاقا عيا كعما إصدافة لكن هذه قعنت هذا حرنتها خلقي أنا أتكسر ويسوي كوك عنتا يكون فرنادان تاسس صورة قال نقول مس نبي قمر كم حرقة نقولها قف كست هدية ذكيانا وقابل الجودي شري رسولك صلى الله عليه وسلم مركز زاهر منك إلى هذا وبادية يجي ونحن حاضروها نقول مجالد يسيبنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحى يحبه نين كامد شعر وكان يوحى رجلا نين كاسو دميما نين فالحنا حاجة مقال كأي صورة ده مركل أيضاً ننفول حبوه لكن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي صورة دينا كرأي مقال كي نسيده وياله الله ما فيرنا يا عمل كينا أي فيرنا يا قلبين فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم نبي أويمي يوما مال بأويمي والحال هو يسقنا يبيع وقضي متاعه ألابتيس وقضي واحتضنه مركز النبي يقول لابتيس وكل شيء من خلفه يعني حق دبر كيس قدال انتو كقيم والنبي يقول لابتيس وسعر ساس وقفت يسيد الله قفت فنرد الله قفت يا ننكي على قبنا طيب والحال هو يستغل ننكي لا يبصره عن أركه فقال ننكي وحولي من هذا كان وكما أرسلني ورسيده طيب فالتفت وضي موضي عيدا نبر صارتي أيوة ضيبوضة مركو فيري فعرف النبي صلى الله عليه وسلم النبي قرط
فجعل وحو قدقلي لا يألو إنانو كقابيني ما ألسق وحي وكلتي ظهره دبر كيسة بصدر النبي صلى الله عليه وسلم مربح دوغرت عيدا دبرك لابتك أسارتي دبر كيسة عيدا لابتك ويسألين النبي محمد هاي بركيس وكبر كيسنا يكسي لكي يسنا وإذن ما أنت بچاني سر كسي لكي مرك. طيب حين عرفه مركو قرتي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو قدقلي ولا كفتم يا نبي يقول إنه ليه من يشتري العبد أدونك يا إيجيب سناي من كان أدونك يا إيجيب سناي ما أنا أدون يقول شيء رسائي ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى نكية فقال الحر يا رسول الله يا رسولك إلهي إذن والله إلهي بان كل نار تجدني وحده ليس كاسدا مثل رقيصة إن أنا حضرت بيعي دكتور يعني نين مقال كيسي قرحان أو ناكسنين بان هايو قيمة شبان بالله يقول قدناه وكفتما يا إسحاق لفتيس إذن والله تجدني وحده ليس كاسدا مثل رقيصة قيمة شبان بالله يقول قدناه هذا دكتور فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحيري لكن عند الله لست بكاسدين لكن الله أكتس الرقيص كمته الله أكتس الرقيص كمته أو قال وحيري أنت أدوه عند الله إله أكتس غالي مد غالي كؤة أياتها إله أكتس غالي بات كتة حير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إله أكتس موقال كم بني آدم كأم وقال يا أدب إسكفور حماتي دي إلهي أكتس قيمات كل هذا حي قف قيمة لبعض. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن مقدام حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال وحوري حسن بن أبي الحسن البصري بوحوري أتت عجوز إسلام وين ويلا أوتكتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوتكت فقال وحيت يا رسول الله رسولك إلهي أدعو الله إلهي إبري أن يدخلني إنه يقلي على الجنة جنة إلهي إيويدي سبحانه وتعالى فقال وحر يا أم فلان هبل هو يدي سي إن الجنة جنة لا تدخلها مقش عجوس هوين عجوس دي جنة مقش إنه والله كفتمي حوتي إذا أدقوا ير وصدح يصدن يصدن شرعة أيوه شابعة أيها الوكيني لكن مقال كان يدأذن جنة كمجلس قال وحي الراوي حديث كورني فولت ويشي ستهويني تبكي حالي اويس حين مودي جندي ان لغا قدي فقال النبي وحي اخبروها او ورما او شيغا انها يد لا تدخلها ان اني جندا غلين والحال هي يد عجوز اسلام وين ويلايت ان الله تعالى يقول الله وحي سبحانه وتعالى ان انه انشاناه نوان ابورن بني ادم كي ابوركودي بانو امامودني إن شاء أن أمامودد بأنه أمامودني أبوركودي بأنه دب عصبوني سيدنا فجعلناهن وحنقيل لدمر كي حرر عين تيكوي جندا لغو أبوري أبكارا بكروين بأنقيل عربا كورك تعل بأنقيل بأل يجل سبحانه وتعالى أو أترابا هدنا إسكداء أنك لوينين وليسكو تانقوي جندا إلهي سبحانه وتعالى وحقوق تلقى لي أدوما مؤمنين تاهي وامرتصور إلهي أودياريه وإني وحلا له وحي دب أدونك أي كصو مرين أي كريبان مركل الله مرحبا إن عقدة ماشي أي معي كبل أمط حر العين تجنة لقيها ليه يضمرك تجنة إلهي كودياري وإسكو أيني نعموينك تجنة لقيها ليه ومتنوع وإسكو مد سادرت وح تفاضل يعني قفك عقدة قدر يما ماشي ولقي إلى ليه أحاديثنا لما أنتظر حين فائدين السي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كفتن كيسي والصحابة سألت كفتن مجي وكذلك أبي رسول صلى الله عليه وسلم عليه مركي الهدين وادنا لك كفتن تا فرسول صلى الله عليه وسلم عليه إلهي وان كل دارته وحق موي وحق لكم أحد لوي قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر فباب يوحي كوي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هذا الكيس يستفديس تلمانتي قبيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إنو سود ليشدو وهل كدق يعني مركع وكدقته بيحي كوي حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن المقدام بن شريح
عن أبيه شريح الهاني عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيث قيل لها وحالوي قال وحيري شريح الهاني بوحيري قيل لها وحا عائشة لويري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي معها يتمثل يعني مد سوء استشهاد سدا مد هل كدك كدك توكو هل قبصد معها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشيء شيء من الشعر قبيق كمدا شيء قبيق كمدا النبي محمد هل كدك مكدك انشر ومكو هل قبصد انشر قال ضحيتري كان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل مد هل كدك كدك توكو سوء استشهاد سدا بشعر ابن رواحة عبد الله ابن رواحة شعر كيسي قبي قيس ويتمثل حسو استشهاد سنجري نبي هل كدق إيه هل قبس وكدق سنجري أيضا مر لبعض يعني شعرك لو يقول حورنجري ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ما المهو وحيكوم وچنيا وحي آد جاهل كأحيد بيكوم وچنيا ويأتيك وحقول إيمانيا بالأخبار أخبارتي من عدب كول إيماني سلم تزود آذن سهي سينينو أدقو آذن حولك بحين أخبارتي يكو كيناه مد آذن سهي سينين وآذن حولك بحين بي بي سي بساعد كو ورميسا يا ودرس ده معي هاتيك الأمريك فوس أمريكا في أوي باقو ورميسا يا ودرس ده نبا قاردها دونك كاغا سوورمه وياتيك وكول ايمان يا بالاخبار اخبارتي بو كو كينيا ما لم تسوي ذي مدادن صحيح سين با اخبارتي وركي كو كينيا ولما النبي محمد بيت كان و خو سو دليشن جيري هل كو دغي هل قبسي و خو كدغن جيري ماركا يعني عيد انتو ديرو وركي او كسوغي خوغا او ير راغو ورن جيري وياتيك بالاخبار ما لم تسوي ذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة ويدمد أغرهم بدن وقالها شاعر قالها أويل الشاعر نشاعر أويل كلمة لبيد لبيد كلمة سواه كلمة نين قبيائي أويري كلمة أقول رنبضني واللبيد بن الربيعة نينك الأولنشري العامري وقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه يسوق وفد الله سعود أويمي وصو إسلامي شعر دي جاهل بكمدها النبي صلى الله وسلم عليه وصو حليل ناضو شرف بضن وإسلام كمركي وإسلامين قبيقي إسكدا يويري سورة البقرة إي قرآن لمدى إلهي إيهي بيه مركا وحي جاهلي مركا قبي أن قبي ترى ما قبي كلمة اللبيد اللبيد كلمة دس اللبيد بن الربيعة أي أغرم بدن معي هيد كلمة دس الله هو يا برارو كل شيء شيء لما أنتي وما خل الله على سبحانه وتعالى وحي كمر ناضية باطل وباطل وكل نعيم نعمة كستنا لا محالة زائل شكل أن وسولي سمت سولي سوا شيء كستو إلهي درتي أن لا سمينين وألله سبحانه وتعالى وكمل نادو ألله سبحانه وتعالى لجمر يو لجمر ترو ألله درتي أن لولتشي ديني وبادل وكاد أمية ابن أبي صلت وحوص جيب النبي قولي أن يسلم إنه إسلامه نجازنا إنه إسلامه روها شعردي عربي ده وقت الجاهلية قبيل شتينين كم يدون قبيل دي سنت بدن آخر هذا إيو سو صار تانك إيو إن الله يصلح حسابته يؤيه إن إلهي لا لك كل ما يؤيه وحاسب شيء كثير كذا النبي وحده وكاد أمية بن أبي صلت بوحده كل وادي أن يسلم إنه إسلامه قبيل دي سمركات في رسو إنه إسلامه كل وادي ضيب حاس لأن ما دي وديدي خضوب آخر إلهي لا كل كيس إيوه سدى أوت المامي إسلام ما دي وحوديدي حسد بوديدي عذرك حسد قال يا ولدي بدني موت ما دام قيامها يا حواشة يا آخرة يا وصاء قرنية وحوق درهيو يسود ديار يا أرماد بالنبي النقطة مركز النبي نمدي لقى قديو إلهي الدور الشديسي النبي نمدي وحوقه بي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هل قاس مركة يعني وحوق قاضي حقد يا ورحمه قاضي ولذلك
waxaa la doonayaa xataa culimmada iyo ducaadda iyo dadka diinta baranaya ummadda diinta gaadhsiinaya cudurka xasadka inay nadiif ka noqdaan. Laba nin baa jaamacadda isku wakhti ka baxaya, nin baa ilaahay subxaanahu watacaala kelmadiisii qabuul arlada u dhigaya, ummaddii oo dhan baa hadalkiisii ku qancaysa, cilmigiisii baa ilaahay barakaynaya, risaaladiisii baa ilaahay subxaanahu watacaala ummadda gaadhsiinaya. ruux nin degan oo xalaal miirada oo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ku badbaadiyuu noqonaya. qoladii kale aqraanta u ahayd maxay samaynayaan? colaad waa guntamaya, ya horma geel baa lagaa dhacay. qabuulka ilaahay baa bixiyo oo allah subxaanahu watacaala dadka ruux jeclaysiiya, ruuxna khalqiga ilaahay baa ku dira. firfircooni iyo aftahanimo iyo digdig laguma keeno. marka geel lagaama dhicine, camalkaaga adigu ilaahay subxaanahu watacaala u baraxtir si ilaahay subxaanahu watacaala darajo iyo mansilo wanaagsan uu kuu gaadhsiiyo. cumar ibnu khadaab waa aynu garanayno sida ibn abi shayba fi lmusanaf uu ku warinayo, ayaa kelimaadkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma jacal camalii kullahu saalixan wajcal liwajhika khaalisan walaa tajcal liaxadin fiihi shay. ilaahu camalkayga dhammaantii saalix ka dhig, mid ilaahay dartii loo sameeyo loo baraxtirana allow ka dhig, khalqigana yacni waxbaba ha ka siini. khalqigu hadday ku ammaanaan iyo hadday ku caayaan waxaa ka qiimo badan ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa miisaan intee leeg iyo martabo intee leeg baad ku leedahay ruuxa daaciga inuu yacni inuu ka fikiro. waxaa kaloo munaasabadan oo kale iyadana loo baahan yahay, ruuxa daaciga diinta baranaya cilmiga markasta uu barto baab ilaahay subxaanahu watacaala u furaba, baabkaasi wuxuu u siyaadinayaa ikhlaas iyo tawaaduc iyo inaanu kibrin, iyo dadka culimmada diinta uga aqoon badan inuu ixtiraamo oo uu ka dambeeyo. laakiin haddaad aragto nin xoogaa markuu faa'iidaysto yacni markaa culimmada laacaya oo tiigsanaya, aakhirkiisa wuxuu ku dambeeyaa inuu fitnoobo, meel daran buu ku dambeeya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab wa aclam wabillahi towfiiq.